خرج إلياس المالكي المثير للجدل عبر فيديو وهو يحرف آيات من القرآن الكريم، مما جرى انتقادات واسعة عليه في مواقع التواصل الاجتماعي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح يومه الأحد 19 من يناير الجاري مقطع فيديو لليوتيوبر المثير للجدل إلياس المالكي وهو يحرف آيات من القرآن الكريم. وعبر عدد كبير من مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم وتذمرهم من السلوك الذي قام به المعني بالأمر، وطالبوا من الجهات الأمنية بالتدخل. الحمد لله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا خسق، ومن شر النفاثات في العقد. قل أعوذ برب الفلق، صدق الله العظيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. صدق الله العظيم. باش ما يضروش لي. الحمد لله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا خسق، ومن شر النفاثات في العقد. قل أعوذ برب الفلق، صدق الله العظيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز بلس أكثر من مجرد خبر.